يقول رودري مرة ثانية لرياض محرز، رياض محرز مع كيفن دي بروين، رياض محرز يدخل ودي بروين معاه، رياض محرز ودي بروين، رياض محرز ودي بروين، دي بروين ورياض مرة ثانية ودي بروين وجول في نهاية المطاف البلجيكي يحرر السيتي، رياض محرز ودي بروين، دي بروين ورياض ورياض ودي بروين وجول باليسرى يحطها في الزاوية اليسرى اليمنى لمرمى بوب، والهدف الثاني لمانشستر سيتي. الآن يحدث التغييرات بعدما سجلنا الثاني، الآن سأحدث التغييرات لأريح من أريح، خليتهم يلعبوا بنفس الشكل. لم تصل لبرناردو سيلفا، تموقع اللاعبين تاع السيتي غير واضح لحد الآن. برناردو ليفودان من برناردو سيلفا بعد تسديده من فودان يصدها بوب، ولكن بين ارجل برناردو سيلفا الذي يفتح مجال التسجيل لصالح عناصر مانشستر سيتي. ثاني اهداف برناردو سيلفا هذا الموسم مع فريق السيتي في الدوري عند الدقيقه 12 من انطلاقه المباراه. 1-0، الضغط يولد الانفجار، والضغط في الكره مع السيتي يولد الاهداف. هذا هو الهدف الاول من برناردو سيلفا. كانسيلو في